السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع لتعلم اللغة الإنجليزية والأسبانية، تعلم اللغات عموما من خلال إن أنت بتتكلم مع الذكاء الاصطناعي، في إن أنت تتكلم شات مع الذكاء الاصطناعي، في فيديوهات، في حاجات مترجمة، ممكن تديله أي فيديو ويترجمه لك. فهو في شوية مزايا حلوة جدا. تمام، أول حاجة بيسألها لك إيه اللغة الأصلية بتاعتك وأنت عايز تتعلم إيه. يعني أنا مثلا اللغة الأصلية بتاعتي العربي، وعايز مثلا أتعلم الإنجليزي، فبتختار اللغة الإنجليزية ويبدأ إن هو يجيب لك الدروس للغة الإنجليزية، ويبدأ يعمل لك كورس خاص بيك كده، وتقدر إن أنت تضيف للبراوزر بتاعك سواء كروم أو فايرفوكس أو إيدج. تمام، هو كروم اللي جاهز ساعة تسجيل فيديو، الباقي لسه قريب. يعني تقدر إن أنت تشوف الفيديوهات مع الترجمة بتاعتها، بحيث إن أنت تقدر تتعلم اللغة الإنجليزية بشكل قوي جدا. في شات بوت زي شات جي بي تي كده، تقدر إن أنت تناقشه وتتعلم معاه اللغة الإنجليزية. زي ما انت شايف في حاجات متدرجة، بيبدأ يديك بعض الفيديوهات كذا ليفل. تمام، تدوس على الفيديو وتبدأ ان انت تتفرج عليه. لو انت عندك فيديو تقدر ان انت ترفعه وهو يبدأ يعمل لك الترجمة، التكست، شات بوت، تقدر ان انت كأنك بتتكلم مع شات جي بي تي، ويبقى متخصص في ان هو يعلمك اللغة اللي انت عايزها. في لغات كتيرة تقدر تختار اللغة اللي انت عايز تتعلمها.